التحكيم الحكم سليمان ياسر عبد اللطيف احمد يمان ايمان مرسال علاء خالد تود اللجنه ان تنوه الى ديواني كل من الشاعرتين امل ادريس واماني خليل لتميزهما بتجربتين خاصتين. ولد سنة 1960 توفى سنة 2007. أعمال أسامة حراشي في الجهل على هيئة واحد شبهي مثل ذئب الأعمى عين سارحة وعين مندهشة والعمل الأخير كلب يا الهادم وكلب يا الحبيب. النهارده هنبتدي الأمسية بصديقة وزوجة أسامة الأستاذة أو الصديقة سهير الحفناوي انها اعتقد انها عايزه تكلمكم حوالين اسامه. كان بوسعي دائما ان يقسم على ذلك. وعلى الرغم من الوقت الطويل الذي امضاه في قلق وتوكس دائمين، منزعجا ايضا من نظرات وابتسامات طالما اضاءت بالتهكم والغيبه وجوه جلسائه، بامكانك ان تراه الان ساهما كمن عرف لتوه الحقائق الكبيرة المذهلة. كانت الخيانة إذن ولا تزال تدبر له من أعضائه، وها هو ذا التي نجحت فيها السيارة في التحرك وقبل أن نتأكد أن ذلك يحدث بالفعل. وبينما يد سهير ما زالت ممدودة خارج الشباك، صاح أسامة في سهير بجدية: مش عين يا سهير تشوه السواقين كده وقاعد جنبك. عند لحظة الرثاء والنص الواحد يمكن أن ينفتح على كتابة أخرى، فالحزن الطاغي يمكن أن ينقلب إلى مرح مفاجئ. الأولاني في مخطوط مكتوب هو نصه رصاص ونصه قلم جاف وبعضه ركيك جدا لدرجة إنه أنا ما كنتش مقتنع إنها مكسوفة أقول له اتنطط لعبة. وحتى الآن كل ما بفكر في اللي حصل دوت انه كان بسبب اسامه الدناصوري هو اداني ابروفر ان انا انشر دواني الاولاني، وكان قال جمله فكره انه مؤمن بفكره المستقبل. يمكن هو شايف حاجه في ان انا كتبته من 10 سنين او 11 سنه. حتى الان انا فشلت اشوفها وشايفها ممكن تبقى شعر ركيك. هو كان شايف ان المستقبل فيها حاجه تحمل شعر. والجايزه دي انا بشكر اسامه واشكر اصحاب اسامه كلهم، واشكركم لانه اغلبكم ما شافش اسامه وما يعرفوش. الجايزه دي ايمان بالمستقبل انه في لسه شاعر جديد في مصر وفي العالم العربي، ويا رب تبقى افضل جايزه. يمكن هي بالنسبه لي دي افضل جايزه بتقدم لخطيبه النسل، لان هي بتحمل روحها الصداقه والايمان بالمستقبل. انا بشكركم كلكم وانا اسف ان انا ما قلتش شعر النهارده. اسامه وانا زملائه الذين راوه وعاشوا معه وعرفوه، وانا منك لله حسن على هذه الوظيفه. ما هو موقعي وسطهم؟ خاصة وأن شهادتي عن أسامة ستكون كصداقتي له، تخيلها. إذا أنا أمام حل من ثلاثة: أن أتحدث عن أسامة الدناصوري فانتازي تماما من صنع خيالي، وأحول المرة التي ظننتني رأيته فيها إلى حكاية طويلة وأجعلها محكمة ولطيفة للتغلب على غياب الواقعية، أو أن أستعير لسان ناقد أتحدث عن الفضاء الشعري والعقل الدلالي وجماليات النصوص وما إلى ذلك، أو أخيرا أن أتكلم عن أسامة الدناصوري الذي يخصني ولم ينحشر لي علاقة شخصية أو مواقف تظهر في شريط سينمائي كلما قرأت قصيدة له. ولذلك سأوجه حديثي له مباشرة إلى أسامة الذي أعرفه ولا يعرفه أصدقائي، إلى أسامة الذي يخصني ولا يخصني. هرم أبيض من السكر نسوه مولده في بلادنا تتعامل الشمس على معابد الفراعنة وعلى جمهور الفلاحين العارية. ينتظر الناس مواسم الفيضان ومواسم الحصاد، يصممون التجليات وليالي الحج وموالد الأولاد، يعتمون على شجرة نعم وفي البحر يوم أربعة أيام، وينحرون الذبائح عند الأضرحة
ويشربون الشموع لتنصهر فوق جلودهم التي أثقلتها الشمس والمشاوير وساعاتهم الكبار يزينون المطارات بالزائرون وينثرون فقرهم على بوابات البيوت وعلى الأرصفة غبار وبضائع مكومة وبشر المنسيون وعلى بوابات الخروج شباب أبيض الشعر يحملون حقائب خاوية بيد وباليد الأخرى يلوحون في الفراغ وصالات الوداع تلمع أرضيتها ويرتد فيها الصلاة يقف التلاميذ في صفوف إجبارية يحيون العلم وهم يتثاءبون والعلم على الحدود مخضب بدماء جندي لم يخف ولم يفتح.